ومعنا في الاستوديو محمد سالم ولداها المتحدث باسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار. أهلا وسهلا بكم. أهلا مرحبا وسهلا. دعوتم مختلف قادة الكتل السياسية إلى لقاء لعرض النتائج الأولية لوساطتكم، هل تسعون بذلك إلى إجراء حوار مصغر قبل الحوار المرتقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فعلا بعد استكمال الجولة الأولى التي كانت مخصصة للاستماع لكل الأطراف، وبعد أن اتصلنا بكتلة المعاهدة وبالمنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة وبمكتب الأغلبية، وكذلك بعد لقائنا مع معالي الوزير الأول، وبعد مرحلة من تقييم سلسلة لقاءاتنا، وجهنا بالفعل أمس دعوات إلى هذه الكتل من أجل ما سمى أطلقنا عليه لقاء تبادليا وليس حوارا مصغرا ولا حوارا كبيرا. إذن هو مجرد لقاء تبادلي سنعرض من خلاله خلاصة ما توصلنا إليه من خلال ما استمعنا إليه من كل الأطراف، ولا شك أن استجابة الأطراف لهذه الدعوة التي أردنا لها أن تكون داخل سلك داخل الهيئة الوطنية للمحامين، سنعرض من خلالها كما قلت خلاصة لقاءاتنا، و بشكل مباشر أيضا سنقول لكل الأطراف ما قلناه لكل طرف على حدة، سنقوله أمام الجميع وبشكل مباشر. ما الذي ينتظر أن تقومون به خلال هذا اللقاء إضافة إلى ما ذكرت، وما توقعكم فيما يخص التعاطي مع الدعوات التي وجهتم؟ على كل حال نحن من خلال اتصالاتنا الأولية ومن خلال ما دار بيننا في هذه الاتصالات ومن خلال أيضا ترحيب كل الأطراف بهذه المبادرة واستعدادها للتعاطي معها، وبعد أن أنجزنا يعني سلسلة اللقاءات الأولية أردنا أن ندخل في مرحلة ثانية، وأعتقد أن كل الأطراف من خلال يعني محادثاتنا السابقة ومن خلال طبيعة هذه التنظيمات بوصفها تنظيمات من المجتمع المدني تهدف وتسعى إلى تقريب وجهات النظر وبنفس المسافة من كل الأطراف، أعتقد أن الجميع وهكذا نأمل أنه سيستجيب لهذه الدعوة التي هي كما سمينا ونؤكد على ذلك أنها مجرد لقاء تبادلي لمجموعة من الأفكار توصلنا إليها. ما الذي خرجتم به من خلال لقاءاتكم السابقة بالكتل السياسية المعارضة والموالية؟ ما خلصنا له من خلال هذه اللقاءات وما توصلنا إليه من خلال هذه اللقاءات أن الكل يعني مستعد للدخول في هذا الحوار. طبعا لكل طرف يعني ما يراه يعني لكل طرف ما يراه من ضرورات يعني من ضرورة تمهيد للدخول في هذا الحوار قبل أي معنى من أجل بناء الثقة، خصوصا أن هناك أطرافا سياسية لا زالت الثقة بينها لحد الساعة تتطلب الكثير من البناء. إلى أي حد تمكنتم من معرفة الأسباب التي تعيق انطلاق الحوار الذي تدعو له مختلف الكتل؟ على كل حال هناك أسباب سنعرض لها في حينها من خلال هذا اللقاء الذي نرتقب أن ينتظم في أقرب وقت من خلال تجاوب يعني هذه الكتل مع الدعوة التي وجهنا إليه. هل ترون أنكم حققتم في المسعى إضافة طالما أن مواقف الأطراف لا تزال على ما هي عليه؟ على كل حال نحن في المسعى كما قلت لك مجموعة من المنظمات المهنية يعني تعبر عن كل الآراء السياسية في البلد، وبالتالي أيضا مجموعة من الخبراء، هدفنا بشكل رئيسي هو أن نكون طرفا ثالثا مسهلا لعملية التلاقي بعد أن لاحظنا أن الكل لا زالت يقع بينه بون شاسع في عملية التلاقي، وأعتقد أننا من خلال مرحلة الأولى يعني توصلنا إلى أنه بإمكاننا أن نلعب دورا، وما سنعمله من خلال المرحلة الثانية هو تبادل في الأفكار، وبالتالي ليس وما أؤكد ليس دعوة لحوار لا مصغر ولا كبير بقدر ما هي دعوة من أجل التبادل ومن أجل إسماع الأطراف مع بعض ما كنا نقوله لهم على حدة، وأيضا من أجل أن يكون هناك لقاء مباشر تداول في هذه الأفكار. محمد سالم ولداها المتحدث باسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار، شكرا جزيلا لك.